السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الحصة غادي نشوفو تمرين جديد، في التمرين الثاني على التوالي بالنسبة للتمارين التطبيقية بالنسبة للدرس ديال الدروال دولو بلو. التمرين شنو كيقول؟ اللي مازال اللي أول مرة غادي يشوف التمرين، راني حطيت ديجا تمرين الأولاني وحاط ديجا الدرس. لو بلو اكزيرسيس لك لو بلان بارابور ان روبير اورتونورمي، يعني اورتونورمي كاين دو كونديسيون، لا نورم ايغال لا نورم ديال او جي ايغال لا نورم ديال او اي تساوي واحد، والشرط ديال التعامل واش عندنا الحق نقولو اورتونورم. واحد الروبير عندو مركز تاعو او اي جي. كونسيديري لي دو دروات دي اي ديال ديفيني بار الدي، اعطينك تمثيل بارامتري تاعو لي بريزونطاسيون بارامتريك، و دلتا اعطينك ليكواسيون كارتيزيان ديالو. هاي اول حاجة شنو قالك في التمرين؟ قالك مونتريكو ان الدي اي دلتا سون سونتر. شنو بغا يقولك يقصد لك في هذه؟ قالك مونتريهم ليا انهم متقاطعين، يعني انا نعطيك واحد الرابيل واحد الرابيل. هاو هذا الرابيل شنو كيقول؟ في حالة اذا كان واحد مستقيمين، هذه في حالة متوازيين، وهذه في حالة مستقيمين متقاطعين. هادي عنده ايكواسيون وديلتا عنده ايكواسيون ديالو، كل واحد مديفيني باغ ليكواسيون تاعو. الا مشيتي حسبتي الديتيرمينو ديال المتجهة الموجهة ديال دي والمتجهة الموجهة ديال دلتا فيكتور ديريكتور ديال كل واحد، بل كتحسب ديتيرمينو ديال فيكتور ديريكتور بالنسبة لهاد المستقيمين، عندك دوكا يا إما تساوي الصفر يا إما هنا سي إيكالا زيرو. اش غادي نقولو في هاد الحالة؟ أن دي و دلتا مالهم متوازيين الا كانت كتساوي الصفر. سي ديفيرون زيرو، يعني ديفيرون زيرو. شنو غادي نقول في هذه الحاله؟ راه ان هاد دي و دلتا متقاطعين. في حاله الا لقيناهم متقاطع، في حاله الا لقينا ديتيرمينو ديال المتجهات الموجهين ديالو، شنو كنقولوا؟ كنقولوا ان هاد المستقيمين متقاطعين. ندعو على بركة الله نمشيو نحدد الديتيرمينو ديال هاد المستقيمين. هذا رابي اللي عطيتو ليكم. اما بالنسبة للتمرين غادي نجيو شنو غادي ندير دابا. نيا شنو قال لك في السؤال الاولاني؟ قال لك مونطري كو دي اي دلتا سيكونت. سيكونت يعني تقاطع، يعني شنو خاصني نمشي ندير؟ اولا شنو عاطيني دي ديفيني بار دي ديفيني بار ريبريزونطاسيون بارامتريك اللي هي اكس تساوي 3 زائد تي ايغريك موس 5 بليس 2 تي، بحيث داك تي مالو ابارتيان اف. دابا نجي اللي بغيت نمشي نمونطري ان هاد دي وهاد دلتا متقاطعين، خاصني نمشي نحدد ديتيرمينو ديال المتجهة الموجهة. مزيان، دابا من ريبريزونطاسيون بارامتريك غادي نمشيو نجبدو شنو غادي نجبدو؟ غادي نجبدو المتجهة الموجهة فيكتور ديريكتور. مزيان، دابا نيا من خلال هادي شنو غادي نجبد؟ ان دو اش المتجهة الموجهة اي شناهي؟ هي واحد اثنان، هاهي هادي ا وهادي بي، هاهي واحد اثنان. مال هادي؟ ايتان فيكتور ديريكتور. متفقين الخوت ديال من دو دي.
تعرفين الخوت، يعني جبت دابا المتجه الموجهة جهة ديال من ديال دي. ندوز بالنسبة لديلتا، ديلتا شنو عاطينا في ديلتا؟ دابا نجبت فيكتور ديريكتور ديال دي من خلال ريبريزونطاسيون بارامتري. دابا غادي ندوز لديلتا، عندنا ديلتا مالو ديفيني باغ ليكواسيون كارتيزيان. شنو هي؟ هي جوج اكس زائد إيغراك ناقص خمسة تساوي الصفر. هنايا متفقين. دابا بغيت نجبد فيكتور ديريكتور. قبل ما نجبد لكم فيكتور ديريكتور، عندي لكم واحد الرابيل. ها رابيل، دابا نجي هذا الرابيل شنو عندنا فيه؟ بصفة عامة AX زائد B إيغراك زائد C تساوي الصفر. دابا نجي الفيكتور ديريكتور شنو هي؟ هي ناقص بي با. هذا رابي، هادشي اللي قلت لكم هنا في الرابي غادي نطبقو هنا. دابا نجي اق، شكون هي؟ دابا نجي اق هي اثنان، ياك؟ دابا نجي اق هي اثنان، ها ديلتا لو نكتبو ديفيني باغ اثنان اكس زائد إيغراك ناقص خمسة تساوي الصفر. فيكتور ديريكتور تاعو شنو هي؟ ناقص بي. شنو هي ناقص بي؟ فين هي؟ ناقص واحد، ناقص واحد. و أ هي اثنان. متفقين؟ دابا يا الاخوان درت لكم هذا الرابيل، عرفتوا كيفاش جبت المتجه الموجه من خلال واحد ليكواسيون كارتيزيان من خلال الرابيل انا جبتها. غادي نقول لهم دونك فيكتور ديريكتور ديال ديلتا هي هذه. دابا ني شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي دو ديتيرمينو، ديتيرمينو تاع من اي او في. دابا نجي هادي نسميها، هادي نسميها في او في، شحال كتساوي؟ شنو كندير؟ كندير هادو عموديين ا واحد اثنان. هنا شنو غادي ندير؟ ناقص واحد اثنان. شنو غادي تساوي ليا؟ هادي في هادي حطها، واحد في جوج راه هي جوج، ناقص تاع القاعدة غدا باش جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، مع الناقص زائد جوج، شحال تساوي؟ أربعة. دونك ألور الديتيرمينو ديال إي في كيساوي أربعة ديفيرون زيرو. دابا نجا بعد ما كيخرج لك الديتيرمينون ديفيرون زيرو، شنو كنقول؟ كنقول دونك اش دي اي ديلتا اي دي مالهم سون سيكونت. علاش؟ لان ديلتا ديفيرون ديتيرمينون ديفيرون زيرو. هاد السؤال الإخوان فكينا معاه، ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني الإخوان كيقول لك ديتيرميني لي كوردوني ديال النقطة أو لو بوان دانتيغسيكسيون دي مع ديلتا. دابا نجي بعد ما كيخرج لك ديلتا ديتيرمينو ديفيرون زيرو، راه أوتوماتيكمون الأستاذ غادي يسولك على بوان دانتيغسيكسيون ديال هادوك الدروات. لهذا طريقة الجواب، عندك او، عندك هاد النقطة او اللي عندها اكس ايغريك، باغي نحدد انا اكس و ايغريك ا بارتيير دي لانتيرسيكسيون مع ديلتا. خاصني نمشي نحدد هادي، هذا هو المطلوب، باغي نحدد هاد النقطة. شنو كندير؟ كندير واحد السيستم
بعد ما هو كيطلب لك نقطة التقاطع، راه اوتوماتيكمون غادي تمشي تحدد نقطة التقاطع. نقطة التقاطع شنو عندنا حنايا؟ عطينا في السؤال الاولاني عطينا ريبريزونطاسيون باراميتريك وعطينا ليكواسيون، عطينا اكس كيساوي اش 3 زائد تي، وعطينا إيكغيك شاك يساوي ناقص 5 زائد 2 تي، بحيث تي مالو أباتين إر واحد الغيال، وعطينا ليكوا ديال إيكواسيو كارتيزيان ديال دلتا شحال كتساوي 2 إكس زائد إيكغيك ناقص 5 تساوي 0 إيكال 0. هذه الإخوان تاعت من هذه ديال من هذه ديال دلتا، وهادو ديال دي. دابا ملي خاصني نحل هاد السيستم كيفاش غادي ندير لي كيفاش غادي نغيزوردي، عندي اكس وعندي ايكغيك، غادي نجي نعوضهم هنا، غادي نجي ندير شنو غادي ندير؟ اثنان هاهي اثنان عامل اكس اشحال كيساوي 3 زائد تي زائد ايكغيك، ايكغيك شحال كيساوي؟ هو ناقص 5 هاهي ناقص 5 زائد 2 تي ناقص 5 شحال كيساوي ليا؟ كيساوي الضس. دابا يمكن ليا غادي نجبد غير تي من هاد ليكواسيون، انا عندي غير مجهول ولا كيبان ليا غير مجهول، بعد غادي نجبد لك المجهول غادي نجي نعوضو هنايا، وانا جبت اكس ديال او و ايكغيك ديال او بوان فينال. دابا ليا جوج في تلاتة شحال؟ 6 زائد 2 تي زائد في ناقص ناقص 5 زائد 2 تي ناقص 5 تساوي الدس. عندي اكس، عندي 6 وناقص 10 شحال تعطيني؟ تعطيني اولا نجمع التي والتي شحال تعطيني؟ تعطيني 4 تي ياك، ناقص عندي 10 ناقص 10 زائد 6 اوتوماتيكمون شحال تعطيني؟ تعطيني 4 ناقص 4 تساوي 0. يعني تي شحال كيساوي؟ يساوي هاد ربعة نديها اللي هي أربعة، هاي تولي زائد أربعة على أربعة. دابا أربعة على أربعة شحال تساوي لك؟ هاهي واحد. أنا دابا شحال شنو لقيت؟ لقيت تي شحال كتساوي؟ واحد. دابا ني صافي أنا ساليت المهمة تاعي، أنجي هادي نسميها هي إكس أو ديال أو شحال كتساوي؟ تلاتة عامل هزيتو هاهي 3 زائد تي، تي أنا جبدتو واحد شحال تعطيني؟ تعطيني 4. وعندي إيكغيك أو شحال تساوي ليا؟ ناقص 5 هاهي ناقص 5 زائد 2 في هاهي 2 في واحد شحال تعطيني؟ تعطيني 2 شحال تساوي؟ ناقص 5 زائد 2 تعطيك ناقص 3 صافي هي او. دونك ضروره شويه ديال البنه ديال الفرنسيه ضروره. او عندك اكس او شحال تعطيك؟ اكس او فين هي؟ اه لقيناها 4 هادي شكون هي؟ اكس او حط لي 4 و ايكغيك او ها هي تا هي ناقص 3 صافي هي دي لو بوان اللي كنقلبو عليه. مفهوم الاخوان؟ احنا حددنا التمرين الثاني، بعد ما غادي يخرج لك الديتيرمينون ديفيرون زيرو عاول على السؤال كاين، يعني غتحدد البوان ديال التقاطع ديال الذروات دي مع دلتا. ندوزو للسؤال رقم 3. دابا يا الاخوان في هذا السؤال 3 قال لك ديتيرميني لو بوان دي انتيرسيكسيون ديال دلتا avec l'axe de les axes de l'opère au EJ. Devenir
شنو عندنا؟ عندنا واحد الروبير، هاهو نرسمو ليكم. هذا واحد الروبير اورطونوار ياك الاخوان، هذا مالو روبير اورطونوار، متفقين؟ دابا هي هاد الدروات، هذا واحد الروبير هاهو، هنا عندو اي، هنا عندو جي، هنا عندو او. اورطونورمي يعني دو كونديسيون فيريفيكو، يعني الشوط غيتحققو لي في المنظم ديال او اي والمنظم ديال او جي، كيتساوو والتعامل. دابا نيا هاد لاكاس دي، لاكاس ديلتا، قالك حد اللي ديال بوفن غادي يتقاطع مع هاد لاكاس او ايكغيك و او اكس. دابا نيا اي مستقيم ما غاديش يكون موازي لا او اكس لا او ايكغيك غادي يتقاطع فيه في جوج نقطات. نرسموه ليكم باغ اكزومبل، غادي يدوز لينا من هنايا، غادي يدوز لينا من هنايا، هاهو من غيدوز في المثال، هاهو من غيدوز، غادي يدوز لينا من هاد النقطة ومن هاد النقطة. هاد النقطة انا غنسميها هي او، وهاد النقطة غنسميها هي اف. دابا هي هاد النقطة قال لينا هما، هذا هو دلتا، هذا دلتا، عطينا ليكواسيو تاعتو. دابا هي شنو عاطيني؟ قال لك هو يجبد لي هاد البوا ويجبد لي هاد البوا، هذا هو السؤال. دابا هي في حالة اف تنتمي الى او اكس، ايكغيك تاعها شحال كيساوي؟ الاسقاط تاعها غيجي في الزيرو، يعني شاك بوا ابارتي ابارتونون لاكس دي زابسيس نو اوردوني ايكال زيرو. و كذلك هو مثال بالنسبة لهذا، أشاك بوا أبارتونون لاكس دي زوردوني نو دي أبسيس إيكال زيرو. متفقين الإخوان؟ هذاك الشيء اللي قلنا غادي نطبقو. نبداو على بركة الله، نبداو بإف. طريقة الجواب كيفاش غادي تكون؟ عندي شنو عندي؟ عندي إف راهي إكس، عندها إكس إيكغيك أبارتيان لدي تقاطعه مع من؟ مع او اكس. هاد لاكس اللي هنا او اكس، هادشي اللي كتبت. اي اونا شنو عندنا؟ عندنا ديلتا باش ديفينيتها ايكواسيون كارتيزيان، اللي هو اثنان اكس زائد ايكغيك ناقص خمسة تساوي صفر. دابا نيا انا شنو عندي؟ عندي الايكغيك تاع اف شحال كيساوي؟ إيكغيك ديال إف، إيكغيك ديال إف شحال كيساوي؟ كيساوي زيرو. دير لي الإسقاط على إيكغيك غادي يعطيك زيرو. المهم هنايا اثنان إكس ديال أو، غادي نجبد أنا إكس أو وإيكغيك أو، زائد إيكغيك ديال أو ناقص خمسة تساوي صفر. دابا نجي عندينا إيكغيك ديال أو شحال كيساوي؟ إيكغيك ديال إف عفوا، هنا إف، إيكغيك ديال إف، إيكغيك ديال إف شحال كيساوي؟ كيساوي الدس، كيساوي الدس، علاش هو الإسقاط هنا غيعطيك زيرو. بقات ليا اثنان إكس ديال إف ناقص خمسة تساوي زيرو، يعني إكس ديال إف شحال غيساوي؟ ديال خمسة من هنا هي خمسة على اثنان. دونك هادي اف شنو الكوردوني تاعها في الاكس؟ شحال لقينا؟ خمسة على اثنان. وفي الايكغيك تاعها شحال كيساوي؟ ها هو الايكغيك ديالها يساوي الزيرو، علاش؟ هاهي الصفر طرات تعطيك زيرو، مفهوم؟ كذلك هو مثال بالنسبة كيفاش غادي نحدد النقطة او، كيفاش غادي نحدد الكوردوني ديال النقطة او. الاكس تاعها شحال كيساوي؟ كيساوي الزيرو، ولكن الايكغيك تاعها ديفيرون زيرو. هذاك الشيء اللي قلنا، اللي قلنا شنو قلنا؟ قلنا او عندها اكس ايكغيك ابارتيان لاش دلتا، لانتيرسيكسيون مع من؟ مع او ايكغيك. متفقين الاخوان؟ اي اونا، اونا دلتا ديفينيت باغ ليكواسيون كارتيزيان اللي هي
اثنان اكس زائد واي ناقص خمسة تساوي الصفر. احنا دابا باش نكون عارفو هاد النقطة اكس ديالها كيساوي الزيرو، غنجي نحطو هنا اكس، اكس ديال او شحال كيساوي؟ كيساوي الصفر. مزيان، من هنايا غادي نجي ندير ان اثنان اكس ديال او شحال كيساوي؟ كيساوي الصفر من طبيعة الحال، زائد ايكغيك ديال او ناقص خمسة تساوي الصفر. معلوم هاد اكس شحال كيساوي؟ كيساوي لنا الصفر. ايكغيك او عطات ليا ايكغيك او ناقص خمسة تساوي الصفر، يعني ايكغيك ديال او شحال كيساوي؟ هاد الخمسة ديال من هي كتساوي خمسة. دونك لو بوان، دونك لو بوان ديال انتيغسيكسيون مع او ايكغيك شنو هي؟ هي او. شنو عندها في الاكس؟ عندها زيرو بها هاي، والإيكغيك تاعها ها هو خمسة. صافي نجبت. لهذا غادي نكونو وصلنا للنهاية ديال الفيديو. حظ موفق، إلى حصة مقبلة بإذن الله.